يا اهلا بيكم مره تانية. الحقيقه النهارده عندنا ماتش مهم جدا في نصف نهائي بطوله افريقيا للانديه لكره السله. اكيد عايزين نتكلم مع حضراتكم عن هذه المباراه وعن حصاد كمان رجال السله في الفتره الاخيره. هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا اللي منورنا كابتن اسلام علي، وهو طبعا نجم النادي الاهلي السابق في كره السله. يا صباح الفل عليك واهلا بيك معانا. صباح الخير يا كابتن كريم. صباح الخير يا هوان. صباح الفل يا كابتن، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. وخليني قبل ما نخش في تفاصيل طبعا كره السله والتطوير اللي حاصل حاليا، وحابين كمان نقارن دلوقتي بيعني ازمنه سابقه، انا حابه اروح مع حضرتك بدايه. ابتديت في النادي الاهلي من سن كام؟ لعبت من عند يعني ليه اخترت اصلا كره السله؟ انا عارفه الطول باين يعني، بس يعني كان الاختيار من الاول ليه؟ خلينا نبدا عن حضرتك الاول ناخد فكره. انا بالنسبه لي انا بادئ باسكت وانا عندي 9 سنين، نادي صغير كده في اسكندريه، انا من اسكندريه اصلا. ما زي كريم بقى. بلديه. يبقى اكيد عارف النادي شبان المسلمين اسكندريه. طبعا طبعا. نادي كويس، ونادي دايما الانديه الصغيره بيبقى فيها اهتمام جدا بالتعليم والتاسيس والكلام ده. من وانا عندي 17 سنه او 18 سنه رحت النادي الاهلي، ومن ساعتها انا في النادي الاهلي. لعبت في قطاع الناشئين في الاهلي 4 سنين. يعني ما رحتش مرورا مثلا بسموحه او بالاتحاد السكني؟ لا لا، من شبان المسلمين على النادي الاهلي كان ما بينهم سنه كده في منتخب مصر. منتخب مصر شباب. حلو. ودي كانت ملفته شويه. حضرتك عارف طبعا يعني ان الانديه اللي في الباسكت زمان، طبعا مش دلوقتي، يعني كانوا اهلي زمالك الجزيره اتحاد تقريبا. طبعًا. اللي هو قوام المنتخب اقصد يعني. طبعًا. فلما يبقى في لعيب يعني يخش المنتخب من بره الاربع انديه دول كان بيبقى ملفت شويه النظر، فده كان يعني برده سبب. لا، وبالذات في الزمن ده كان كمان الاسماء السكندريه او القادمه كتير. من نوادي سكندريه كتير. كان عمرو ابو الخير، ويعني كان كتير زمن رائع. فدي كانت ساعدتني شويه ان انا اظهر اكتر، وان دخلت منتخب مصر وانا في نادي شبان المسلمين. تاني سنه على طول كنت في النادي الاهلي. لعبت 4 سنين في النادي الاهلي ناشئين، بس انا من دي وان في النادي الاهلي وانا في الفريق الاول، يعني وانا في الناشئين في الفريق الاول. لحد ما تداركت بقى سنين طويله في النادي الاهلي درجه اولى ومنتخب مصر طبعا شباب والكبير، ولعبت كاس عالم. ولما بطلت بقيت مدرب في النادي الاهلي حاليا، بقى لي 6 أو 7 سنين هو مدرب في النادي الاهلي. جميل. طب ده سبب قاطع بقى ان احنا نعرف من حضرتك رؤيتك لاختلاف الاجيال. واحنا يعني الفتره اللي حضرتك ممكن تبقى يعني ايه قطعت فيها شوط حلو في مشوارك، الفتره دي كانت كره السله في مصر ليها شان تاني، وكان ليها نسبه متابعه ونسبه مشاهده عاليه جدا، والناس كلها كانت عارفه اسماء اللعيبه وحاجات زي كده. مظبوط. ايه اللي حصل؟ ايه اللي استجد؟ ايه اللي اتغير؟ وتحديدا للاحسن، ايه اللي استجد احسن للعيبه الجيل الحالي على مستوى هو في حاجات يعني حاجات اتغيرت للاحسن وحاجات اتغيرت للاسف للاسوء. خلينا نتكلم على الاحسن. أو ممكن نتكلم على الاثنين بالظبط عشان نعرف الحاجات اللي اتغيرت للاحسن. نبدا بالاحسن. الحاجات اللي اتغيرت للاحسن ان بقى في يعني شعبيه اكتر للعبه، بقى في اهتمام اكتر كاعلام وكسوشيال ميديا وكمواقع تواصل اجتماعي كتير، مش بس فيسبوك، حاجات تانية بيبقى فيه. بس ده ما قللش او ما زودش من الشعبيه. زي ما حضرتك بتقول، الناس من زمان عارفه اللعيبه باساميها بارقام تيشيرتاتها. كابتن ورده، عمرو ابو الخير، السلعاوي. ما كانش فيه لا تلفزيون ولا كان فيه سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا الكلام ده، بس كان الميزه بقى، الحاجه اللي بقت اوحش، ان ما بقاش فيه حضور جماهيري زي الاول. وده الغريب، لان اللعبه شعبيتها عماله تزيد، بس الحضور الجماهيري ممكن يكون ظروف البلد او المشاكل اللي بتحصل من تواجد الجماهير ايا كان الاسباب. انما احنا كنا زمان التمرين، مش الماتشات، التمرين في ناس كتير جدا، بالذات في اسكندريه. على فكره انا بتكلم عشان اسكندريه، هي معشوقه السكندريين. كنا نحضر التمرين بتاع فرقه الاتحاد السكندري زمان، مفيش مكان في المدرج تقعدي، ده تمرين. ما بالك بقى ماتشات لما طبعا. بيبقى مثلا جايه مثلا الاهلي او الزمالك او الجزيره من القاهره يلعبوا الاتحاد في اسكندريه ده يوم. هل ده راجع ان المستوى الفني للانديه ما بقاش زي الاول، فربما ما بقاش يشد الجماهير زي الاول، ولا ايه اللي حصل؟ هو لا، المستوى الفني فيه نقطتين، الموهبه واللي حاصل دلوقتي. الموهبه بشكل عام بتقل كموهبه، ولكن الطرق اللعب دلوقتي اتغيرت، بقى في قوه وسرعه اكتر. يعني زمان رتم اللعب او تيمبو اللعب زمان ما بقاش مش زي دلوقتي. دلوقتي بقى فيه سرعه وقوه اكتر، وبقى عناصر اللياقه البدنيه بقت مؤثره بشكل اكبر. زمان كانت الجماليات حاضره، بس على حساب المهاره وعلى حساب الموهبه وعلى حساب اللقطات الجماليه والكلام ده.
فده الفارق اللي حاصل ما بين الاجيال. ليه الموهبه ليه مش في تزايد او تصاعد طالما في اكاديميات وطالما بقى في اهتمام اكبر بالرياضه؟ الانتقاء والتدوير على والبحث على المواقع والبحث على اللعيبه وطريقه انتقاء اللعيبه، الاطراف والاطوال والكلام ده اللي بيكتشفوا يعني الناس اللي بتدور زي ما زي في الكوره يعني. الكشافين بقى. كان زمان الموضوع ده، دلوقتي الناس بقت بتستسهل، ابعت صور، ابعت واتساب، ابعت مش عارف ايه، يعني هي ده تطور التكنولوجيا خلى الناس بقت بتريح اكتر في الشغل. انما لما الناس بتنزل بايديها ورجليها وتشوف بعينيها وتجرب وتلف هنا وهنا وهنا، وده اللي، وعلى فكره رئيس القطاع الحالي ناشئين في النادي الاهلي الاسباني كوتش داني، كنت لسه من قريب بتكلم معاه في الموضوع ده، نصحني بالموضوع ده، قال لي ما تسيب الموبايل، انزل بص بعينك، شوف هنا وهنا وهنا. لما تبقى مثلا موجود في نادي بتتفرج على ماتش، ما يبقاش همك ان انت تتفرج على الماتش وتمشي، لا، عينك دايما بتبص في كل حته، بتتفرج على الاولاد والبنات الصغيرين، ده انتقاء. قال لي وانت ماشي في الشارع، وانت قاعد مع قرايبك في اي حته. ده اللي احنا كنا بنعمله زمان من غير ما نحس. طب يعني ده اللي احنا كنا بنعمله زمان ككشافين او كمدربين من غير ما نحس. فالموضوع ده مهم جدا جدا جدا. انت النهارده بقت الانديه زي مثلا النادي الاهلي عنده اكاديميات، بقى بيدور جوه اكاديمياته بس. اوكي. انما مجال الرؤيه فين بقى، او مجال التدوير اكتر؟ فده طبعا، لكن الموهبه موجوده، لكن احنا فين نشوفها؟ هي دي النقطه. كويس. طب انا عايز اسالك برضو عن فكره يعني جلب لعيبه بافكار، لعيبه محترفه يعني بافكار، وفكر تاني بقى اوروبي خلينا نقول، وحتى المدربين دلوقتي بين يعني مثلا عندنا جوستي بوش اللي ماسك دلوقتي النادي الاهلي، فالفكر الاجنبي والرؤيه الاجنبيه هل اضافت لكره السله خلينا نقول بهذا الشكل، ولا ايام زمان كان فرق كبير؟ لا طبعا، ما كانش فيه الاعتماد بهذا الشكل على برضو المحترفين وغيره. لا الرؤيه الفنيه عنده خبرات كبيره قوي كوتش جوستي، وكوتش داني على فكره عنده رؤيه وعنده خبرات كبيره قوي. والرؤيه الفنيه اللي هي الرؤيه الفنيه اللي هي القماشه اللي معاك ايه انت بتشتغل عليها، مش محتاج ان انت تجيب لعيبه وعشان تكسب بيها. بدليل احنا الاتحاد المصري لكره السله عامل نظام كده بتاع الصفقات، اللي هو بطل المسابقه بطل الدوري من حقه صفقه واحده الموسم اللي بعده، تاني الدوري من حقه صفقتين. النادي الاهلي السنه اللي فاتت، سيبك من السنه دي، واخد الدوري خلاص، السنه اللي فاتت كان واخد الدوري فمن حقه صفقه، اوجستي ما عملهاش. طب هو معلش سؤال ده من باب الفضول البحت يعني، اتفضل، ليه محجمين الانديه؟ مش كل نادي وقدراته مثلا؟ حلو السؤال. انا مع القرار ده ليه؟ لان لو انا فتحتها قلت كل واحد يجيب الصفقات اللي هو عايزها، اللي معاه فلوس هيجيب، نادي معهوش فلوس او نادي يعني مش ماديا مش قوي فمش هيقدر، خلاص هتبقى المنافسه محصوره ما بين نادي او اتنين اللي معاهم فلوس. ده رقم واحد فلوس. رقم اتنين بيقرب الفروقات، الجبس اللي ما بين الفرق الكبيره وبعضها. بمعنى انا بطل الدوري، انا خدت الدوري بالقماشه اللي معايا، ازود لعيب واحد بس، رابع او خامس الدوري من حقه يجيب خمس لعيبه. طب ليه ينفع يمشوها بان كل يعني في سقف مثلا للارقام؟ ما هو السقف سته، من غير ما نعدد عدد اللعيبه. السقف سته. الاول صفقه، الثاني صفقتين، الثالث والرابع ثلاث صفقات، الخامس والسادس اربع صفقات، من اول السابع ست صفقات، وده السقف. انا وجهه نظري السابع ده لو كان معاه امكانيات ما كانش هيبقى السابع. ما هو عشان كده سمح له بقى بست لعيبه يغير شكل قماشه الفرقه. ست لعيبه على فكره من اصل، ست لعيبه ده يعني نص فرقه تقريبا. فيقدر يغير الشكل. وبالتالي احنا يعني اتحاد السله بيعمل افكار كتير عشان خاطر يبقى مجال المنافسه كبير. اصلا الباسكت كده كده مجال المنافسه كبير، يعني احنا لعبه الباسكت مختلفه عن الفولي والهاندبول شويه. في ايه؟ الفولي والهاندبول مثلا المنافسه تنحصر ما بين اهلي زمالك، ممكن فرقه تخش كده ايه تخبط شويه، لكن في الاخر البطوله اهلي زمالك. نفس الكلام فولي، نفس الكلام هاندبول. الباسكت الوضع مختلف، الباسكت اهلي زمالك جزيره اتحاد سبورتنج سموحه جيش اتصالات. ممكن البطوله في الاخر ياخدها مثلا فرقه من الخمسه دول، لكن الثلاثه التانيين بيكون ليهم دور في مين يكسب البطوله. يعني ممكن مثلا الاتصالات ما ياخدش بطوله بس يكسبك ويخسرك، سموحه ممكن او يعطلك يعني ممكن يكسب ماتش مثلا يخلي البطوله فرقه تانية تاخدها. فدي صعوبه الباسكت بشكل عام. فالفكره كويسه. نرجع بس للسؤال بتاع الرؤيه الفنيه بتاعت مثلا كوتش جوستي، ده دليل ان هو
ان هو ما جابش الصفقه اللي انا قلت كنت بقول عليها. هو واخد الدوري السنه اللي فاتت وما جابش الصفقه. ما جابش الصفقه ليه؟ ان هو عينه على الفرقه اللي موجوده كويسه مش محتاجه، رقم واحد. رقم اتنين هو شايف ان اللعيبه اللي معاها كويسه، مين بره احسن من اللي عنده بره دي يعني في الانديه الثانيه دي، رقم اتنين. رقم ثلاثه ودي اهم نقطه في الموضوع، انه باصص دايما لقطاع الناشئين في الاهلي. وده الصح، وده الصح، وده اصح حاجه. ال 20 وال 18 وال 16، ال 16 كمان بالرغم من لائحه الاتحاد بتسمح انه يلعب يشارك ال 20 وال 18 بس، لعيب ال 20 او 18 يلعب يشارك في الماتشات الدرجه الاولى، 16 لا. بس هو بيطلع من ال 16 يحضروا التمارين، اللعيب عنده 14 و15 سنه لسه يعني ورور زي ما بيقولوا، يحضر التمرين يبقى شايف قدامه لعيبه الدرجه الاولى النجوم عمر طارق وإيهاب امين وعمر الجندي وي وي وي، يعني انه يحضر بس التمرين معاهم دي اكيد هيستفيد، ويلعب عليهم ياخد له مثلا 10 دقائق ربع ساعه جوه الجيم اللي في التمرين بيستفيد. مهم جدا صحيح. فرؤيته الفنيه دي مخلياه ما بيعملش الصفقه اللي هو عايزها، مخلياه القماشه اللي معاه بيشتغل عليها بشغله الفني. فتجربه ناجحه جدا كوتش اوجوستي. هو نجح على فكره في مصر من ايام ما كان في نادي الزمالك، نادي الزمالك دي حقيقه. فهو راجل عينه كويسه وشغله الفني كويس، واهم من اهم مميزاته انه عنده ثبات انفعالي، عنده ثبات انفعالي ما بيتاثرش لما السكور بيطلع او ينزل، وثباته الانفعالي ده اللعيبه بتتاثر بيه، وده وضع طبيعي. اللعيبه بيتاثر بمدرب عصبي هتلاقي اللعيبه بتتشد، مدرب هادي هتلاقي اللعيبه هاديه. فهو ناجح في الحته دي، ناجح في الحته دي. عامه الصفقات هو مش مجبر اي مدير فني بيها يعني، هو ليه صفقه عايز يعملها يعملها، مش عايز يعملها بالظبط. نادي ثاني ليه ثلاث صفقات ممكن يعمل اثنين كويس، لكن هو اخره كده يعني، اخره صفقه، اخره اثنين. احنا ما نيجي نتكلم بقى عن يعني منتخبنا على الصعيد بقى المحلي كله، فبتشوف احنا واصلين لفين، وفي نفس الوقت ايه اللي بينقصنا عشان نقدر نقول ان احنا بننافس على التوب 3 وممكن ناخد مثلا مركز اول؟ ايه المشاكل عندنا؟ احنا اوريدي خلاص الحمد لله تاهلنا كاس عالم، بنبارك طبعا الاتحاد المصري كره السله والفريق الاول ان احنا تاهلنا كاس عالم بعد جنوب السودان، ودي كانت مش عايز اقول مفاجاه، بس هي جنوب السودان عامله منتخب قوي قوي السنه دي. ال 12 لعيب بتوع منتخب جنوب السودان مش اطوال ما شاء الله، مش عايشين في السودان اصلا. هم كلهم جامعات امريكيه وبيلعبوا في اوروبا. السنه اللي فاتت او من سنتين لما السودان اتقسمت جنوب وشمال بقى في منتخب للشمال ومنتخب للجنوب، منتخب الجنوب معظمه عايش بره وبيعرفوا يصرفوا فلوس كويس بيدعموا، ولما اتقال لهم في تصفيات كاس عالم تعالوا كله جه طبعا. اعتقد ده جزء من اللي ناقصنا احنا كمصر، ان احنا نعرف نستقطب لاعبتنا اللي بره. في حاجه كويسه حاصله في مصر دلوقتي بالنسبه لعيبه الباسكت، ان في لعيبه صغيرين كتير بيطلعوا دلوقتي منح دراسيه وكامبات ومعايشات بره وبياخدوا خبرات، بيرجعوا مصر بيبقى ليهم شكل احسن اكيد. انما المشكله ان في لعيبه بتطلع على اماكن مش قويه، بيطلع وخلاص وما بيبقاش عليه عين ولا متابعه، فبيرجع مش بس كويس، بيرجع اوحش من الاول، لانه ما بياخدش اللي غيره بياخده. طبعا بيطلع جامعات مثلا قليله، او بيطلع جامعات ما عليهاش اهتمام، او دول دورياتها مش بالقوه المطلوبه ممكن. لكن في عندنا نماذج كويسه طلعت ورجعت بشكل كويس، اهمهم مثلا عاصم مرعي ابن كابتن احمد مرعي. يا ريت يبقى عندنا 7 8 10 12 لعيب، يا ريت يبقى كده. النظام اللي عامله الاتحاد المصري بيخلي مجال المنافسه قوي في الدوري، بيبرز لعيبه كويسه بتاخد خبرات كويسه. لما يبقى عندنا كوتش زي كوتش اوجوستي برؤيته الفنيه بدعمه للعيبه الصغيرين، ده في المستقبل بينتج. احنا ان شاء الله ان شاء الله يعني احنا متارجتين في النادي الاهلي ان كمان مثلا سنتين ثلاثه اربعه السكواد بتاع الفريق الاول كله ولاد النادي، ودي حاجه كويسه جدا. ده بيأثر طبعا على منتخب مصر، لو كل الانديه عملت نفس الكلام ده هتلاقي في الاخر منتخب مصر واقف على رجله بينافس على بطوله افريقيا ببساطه، صعوده لكاس العالم ما بقاش حاجه غريبه ولا مفاجاه. ونبص لبعد كده بقى، يعني احنا صعدنا كاس العالم وعين في مجموعه نوعا ما مش وحشه، طب ليه ما يبقاش نعدي الدور الاول والدور الثاني؟ فدي بتبقى يعني تراكم سنين من الشغل. ان شاء الله تبقى دي البدايه باذن الله يعني ان شاء الله. طب خليني برضو اسال حضرتك
شويه عن الفنيات، هل احنا بنتكلم ان احنا عندنا حاليا سكواد كامل ومتكامل في كل المراكز بتاعته، ولا احنا محتاجين دلوقتي من وجهه نظرك طبعا مقارنه باللعب دلوقتي وزمان، من وجهه نظرك احنا محتاجين لا مراكز تدعيم اكتر فيها؟ والله من وجهه نظري انا شايف ان القصور في بوزيشن بيعالجوا الكوتش بالمحترف، بمعنى يعني الاهلي كان معاه والتر هوج محترف، ده بوينت جارد او بلي ميكر، لما مشي جاب بوينت جارد برضه جاب بلي ميكر. طب في ناس تقول طب انت مش محتاج، انت عندك ايهاب امين وعندك وعندك وعندك، فهو كل مدرب ليه وجهه نظر في اللعيب المحترف اللي هيجيبه اللي بيعالج بيه القصور. انا وجهه نظري ان اي قصور او اي بوزيشن مش موجود يتعالج بالاداره الفنيه. بمعنى ايه؟ انا قعدت بعمل كده مع فرقتي، لما يكون عندي لعيب او بوزيشن مش متوفر او بقدر اوظف على حسب رؤيتي لعيب تاني في بوزيشن تاني اني اوظفه للشغلانه اللي انا عايزها كبلاي ميكر مثلا. انا عندي مثلا فرقه فيها بلاي ميكر واحد، ما ينفعش فرقه يبقى فيها بلاي ميكر واحد، فممكن اجيب لاعب كتر او لاعب مثلا امكانياته تنفع تبقى بلاي ميكر على حسب رؤيتي برضو واوظفه واعمل الكلام في الدرجه الاولى. بيعالجوا الموضوع ده بالمحترف، لان الاتحاد فاتح ان يبقى فيه محترف معاه، لما في قطاع الناشئين مفيش الكلام ده. ففي قطاع الناشئين فنيا بيتعالج باللي انا بقوله ده. فرقه الاهلي ما شاء الله السكواد متكامل، فرقه الاتحاد برضو سكواد متكامل طبعا. لو عندنا كل الاطوال حلو. كمان يعني عمر عرابي ده بتهيألي الشاشه عليه دلوقتي من اطول اللعيب، ما شاء الله يعني هو مترين وحاجه تقريبا 2 متر 18 ما شاء الله يعني وعندنا لعيبه 170 بالمناسبه، فيعني كل الاطوال موجوده. ما هو كل بوزيشن وليه احتياجاته يعني بالزبط. المحترف مايكل تومسون ده 1 متر 60 تقريبا، البلاي ميكرز يعني قصيرين نسبيا بالمقارنه ببقيه الفريق، مطلوب منه انه يبقى قصير طبعا. هو يا سلام لو بلاي ميكر طويل. حضرتك كنت بتقولي في الاول انت طويل وبتاع، انا كنت اقصر واحد في فرقتي على طول الحساب، انا كنت اقصر واحد لاني كنت بلاي ميكر. مطلوب ان البلاي ميكر يبقى قصير على قد ما بتسهل مساله المراوغه، السرعه ونقل الملعب شغل البلاي ميكر. انما ساعات البلاي ميكر القصير بيبقى يعني فنيا كده في حاجات جوه الملعب، بيبقى لو البلاي ميكر ده طويل بيبقى مفيد جدا طبعا. طب تعالى بقى نتكلم شويه عن ماتش النهارده، واحنا خلاص وصلنا لنصف نهائي البال، وتوقعاتك للمباراه ورؤيتك كمان للي جاي في ضوء اللي فات، واللي فات كان حلو يعني. بنتكلم ان احنا فزنا بدوري السوبر وفزنا بالكاس، شايف اللي جاي بناء عليه عامل ازاي؟ هو زي ما حضرتك بتقول كده، اللي فات كان حلو، انما خطورته ان كان في اجهاد جامد قوي على الفرقه، بانت حتى من قبل السفر ان كان في تصفيات لبطوله البلدي هنا في القاهره، وكان في وسط ماتشات الدوري يعني، لعبوا وبعد كده خلصوا البال، بعد كده رجعوا اللي هي التصفيات بتاعت البال قبل ما يسافروا رواندا، وبعدين لعبوا فاينل للدوري بيست اوف فايف، وبعد كده سافروا رواندا. فالنتيجه حلوه، ولكن في المقابل ده في اجهاد شويه. ده بقى زي كره القدم اكتر، لان موضوع على كل الرياضات يعني. الباسكت برضو مختلف عن كره القدم في ايه؟ انا الخمسه بيروحوا يهاجموا والخمسه بيدافعوا. الكوره لو في مثلا الهجمه معانا، ممكن الباك ليفت او الباك رايت او الباكات واقفين مستنيين الهجمه ترجع لهم، في ستة سبعة بيجروا واثنين واقفين، انما الباسكت لا، الباسكت الخمسة بيجروا. بس برضه مساحة الملعب غير يعني، فمش كبير قوي يعني زي انا متحيز للباسكت. مش حقك برضه. اجمالي على فكره، لما اكيد في احصائيات بتتعمل، اجمالي المسافات اللي بيجريها اللعيبه في المباراه الواحده ممكن تتفاجئ نوادي ان هي مش عارف كام كيلو متر لما تتحسب. ده زائد ان السبرنت القصير بيتعب اكتر، بيتعب اكتر من السبرنت الطويل. فارجع بقى لموضوع الاجهاد، كوتش اوكوستي بيعالج الاجهاد ده بايه؟ بالروتيشن اللي بيعمله دايما بيعمل روتيشن، وهو معروف بالكلام ده، بالذات اول 20 25 دقيقه في الجيم اللي هو اول الهاف تايم الاولاني ونص الكوارتر الثالث، بيعمل روتيشن كويس جدا كمان ما شاء الله. الروتيشن ده سواء اللي خارج واللي داخل ده ادى كويس او ادى وحش، هو ما بيبصش الحته دي على قد ما بيبص ان هو يفنش الجيم بفول باور. يعني ايه فول باور؟ يعني اللي نازلين يفنشوا الجيم واقفين على رجليهم، نفس موجود، الدنيا تمام. ده بسبب الروتيشن الكويس اللي بيعمله، وبيعالج بيه برضه موضوع الاجهاد، لان الفرقه ما شاء الله واقفه على رجليها باين، ولاعبين بطولات كتير قوي. بطوله البال اللي هو ماتش النهارده سيمي فاينل، ماتش من اصعب الماتشات اللي ممكن يقابلها،
نظام البطوله اصلا، نظام البطوله اصلا مصعب الموضوع. ليه بقى؟ البطوله طبعا برعايه الام بي اي صرفه كويس على البطوله، عامله اربعه محترفين لكل فرقه، اربعه محترفين يعني البطوله فيها اربعه محترفين، يعني الخمسه اللي في الملعب وضع استثنائي ده، الخمسه اللي في الملعب اربعه منهم محترفين، وممكن واحد كمان يكون متجنس يعني، ما تبقاش بطوله افريقيا دي، دي بطوله اوروبا. فعلا فعلا بيحصل. بس فيهم واحد ثابت مع الفرقه طول الموسم، يعني احنا معانا اربعه محترفين، مايكل تومسون ده معانا طول الموسم في الدوري المصري، وجايبين ثلاثه كمان. فالنهارده احنا هنلاعب فرقه استاد مالي، فرقه بطل الدوري المالي. المالي على فكره في الباسكت متطوره جدا 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 كام سنه الاخرى، عندهم محترفين كويسين جدا، دايما بينافسوا على بطولات افريقيا على مستوى المنتخبات. كون ان هم وصلوا سيمي فاينال بطوله افريقيا بالنظام الجديد ده، يبقى فرقه تحترم. في دور الثمانيه فرقه استاد مالي كسبت سلاك الغيني اللي كان معانا في المجموعه فرق 4 بونت. بطوله قريبه جدا، مفيش ماتش ضعيف. موضوع المحترفين ده معلي قيمه وقوه البطوله، ومعلي الفرق كلها مقربه من بعضها. يعني احنا دايما معروفه ان فرق انجولا، سواء بيترو لواندا او بريمو دي اوجست او اي فرقه من انجولا او منتخب انجولا على مستوى المنتخبات، دايما متسيدين القاره. الكلام ده ما بقاش موجود، الكلام ده بطل البطوله السنه دي، بطل البطوله السنه اللي فاتت، بطوله افريقيا البلدي، الاتحاد المنستيري التونسي خرج من التصفيات بسبب النظام اللي انا بقوله لك ده، ان الفرق كل فرقه معاها اربعه محترفين وغير اللي بيجنسوا، فكله بقى قوي، مين يكسب ما تعرفش. فبطوله صعبه جدا، بس رجالتنا ان شاء الله قادرين يكملوا، لان هم ماشيين بشكل كويس، اللهم لا حسد، ربنا يكملهم يا رب على خير. كوتش اوجوستي قاري الفرقه كويس، متاكد. النهارده الصبح كان عندهم اجتماع فني، في جزء فيديو طبعا على فرقه استاد مالي. انا عارف ان كوتش اوجوستي بيحضر كويس، وده التدريب يمكن الصور بتاعته الاخيره اللي انا متواصل مع الناس هناك باستمرار كل يوم. امبارح بالليل كان عندهم اجتماع فني، والنهارده الصبح كان عندهم اجتماع فيديو بيجهزوا الماتش النهارده. ان شاء الله يكونوا محضرين كويس، الاهم ان شاء الله يكون في توفيق. يعني انا ممكن اكون محضر ومذاكر بس ربنا مش موفق، ان شاء الله يكون في توفيق ويقدروا بشكل كويس ونكسب، عشان احنا متوقعين ان شاء الله ان احنا نقابل الطرف الثاني في قبل النهائي، بترو لواندا انجولا مع فرقه السنغال، فرقه قويه جدا، ماتش صعب ما تعرفش مين اللي يكسب. بس انا بقول ان كفه انجولا ارجح كخبرات، ان شاء الله نقابلهم تاني في النهائي ونعوض الخساره اللي خسرناها منهم في التصفيات اللي كانت في ارضنا. ان شاء الله ان شاء الله. طب كابتن اسلام، في ظاهره لازم نقف عندها شويه بقى لما نيجي نتكلم عن سله سيدات. حصلوا الموسم ده الحمد لله وحصلوا على كل البطولات، فده تألق مش هقول غير مسبوق، بس هو تألق زايد شوية هذا الموسم، وده شيء رائع ويدل على حاجات كتيرة جدا إيجابية وحلوة، ونظام وديديكيشن وكله. بتشوف ده ازاي برضو لو قارنا ده بسنوات ماضية؟ بنفس الكلام، المنظومة، مجلس الإدارة السنة دي نادي الأهلي دعم جامد جدا فرقة الباسكت سيدات. بدايه الدعم ان جابوا الثعلب المكار الخبير طارق خيري، طبعا الهيد كوتش. انا اشتغلت مع كابتن طارق خيري 4 سنين في الفريق الاول، كان هو مدير فني وانا كنت مدرب العام، وعارف كويس قوي كابتن طارق بيفكر ازاي ودماغه شغاله ازاي وبيقرا الملعب ازاي وطريقه تمرينه عامله ازاي. طارق خيري ما شاء الله، يعني ما شاء الله ربنا يحميه ويزود له يا رب بطولاته. بيعرف يقرا الملعب كويس، بيعمل روتيشن كويس. مجلس الاداره دعم كابتن طارق بصفقات، بالرغم من ان حصل شويه ظروف كده في لعيبه ما قدرتش تكمل الموسم، انما الفرقه واقفه على رجليها. شغل كابتن طارق باين، معاه جهاز معاون محترم ولاد النادي وفاهمين، معاه مخطط احمال عارف شغله كويس قوي وموقف الفرقه على رجليها. المجال المنافسة في السيدات بقى زيه زي الأولاد، فرق كتير قوي بتنافس، إنما بدليل إن فرقة سبورتنج الغريم التقليدي النادي الأهلي على مستوى السيدات ما وصلش فاينل دوري ولا فاينل كاس. وده كان ملحوظ برضه فعلا بسبب نادي الجزيرة، وده اللي يبين لك قد إيه إن الباسكت مجال المنافسة فيها مختلف. فعاملين موسم كويس جدا،
ان شاء الله ما يقفوش عنده، ان شاء الله يكملوا السنه اللي جايه واللي بعدها، لان هو جيل محترم جدا. وحضرتك بتتكلم شايفين لقطات جميله جدا، اصرار كابتن محمود رقبته هتوجعه من الميداليات. ده حقيقه، انا مش عارفه اشيل كل ده ازاي. لو في عيل صغير ممكن يشيله كمان في الموضوع. ابن كابتن عليا نجمه النادي الاهلي. حلوه قوي برده ان يبقى لسه في يعني لعيبه مكمله، مسيرتها مكمله، مفيش حاجه بتوقفك، لا شغل ولا جواز ولا اي مزبوط. حاجه. مظبوط. يعني الديديكيشن ده رائع بصراحه. بس اللي شايله العيل دي مدربه الفريق. كانت مدربه، ما انا عارفه، بس كانت بتلعب في الصف. انا صعبانه عليا والله العظيم. رقبه كابتن طارق خير اهو. كله لقطات جميله، وتوريني لك فعلا الدنيا ماشيه ازاي جوه. لا، هو كابتن محمود الخطيب واستاذ عمرو فاروق بصراحه واقفين ورا الالعاب الصالات بشكل كبير قوي الكام سنه الاخيره دي، وتحقق طفره في الكام سنه دي. داعمين جامد قوي. انا هتكلم على الباسكت تحديدا، لكن طبعا العاب الصالات كلها الفوليو هاندبول ماشيين بشكل كويس. ووراهم كابتن محمود الخطيب واستاذ عمرو فاروق بصراحه داعمين، بس انا هتكلم على الباسكت كمجالي. لا، ورانا في كل صغيره كبيره، حتى على مستوى قطاع الناشئين ورانا وداعميننا وبيحضروا لنا دايما ماتشات كتير، ودايما دايما بيحفزونا، ودايما بيعملوا اجتماعات فنيه، ودايما موفقين ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه. وطبعا يعني احنا بنسعد اكيد بكل انجاز بيتحقق سواء من فريق الرجال او من فريق السيدات. اكيد النجاح على فكره النجاح ده ما بيبقاش فردي، يعني هي لعبه جماعيه والنجاح جماعي، لان عمر ما الفرقه هتقف تستلم ميداليات اول كده غير لما يكون في اخلاص من الفرقه واللعيبه والجهاز ومجلس الاداره. طبعا اتمنى بس اخر حاجه، ايوه، الجمهور يرجع تاني. امنيه حياتي الجمهور يرجع جدا. احنا مفتقدينه جدا جدا جدا، وبانت في البطوله الاخيره في التصفيات. احنا استضفنا تصفيات افريقيا عندنا في الصاله ما كانش فيها 20 30 واحد. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. نتمنى. نورتنا يا كابتن اسلام بجد، فقره ممتعه. ميرسي جدا، مبسوط ان انا كنت معاكم الحقيقه. انت نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. شكرا لوجودك معانا، وخلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. اتفضلوا.